على نفس الدرب الذي لم تحد عنه يوماً، الدبلوماسية الجزائرية تبقى وفية لنشاطها في إطار مبادئها التي لا يمكن الزيغ عنها. منذ انتخابها كعضو دائم في مجلس الأمن، تحركت الجزائر في كل الاتجاهات نصرة للقضايا العادلة وإرساء للسلم والأمن. تعمل الجزائر اليوم تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تعزيز دورها الدبلوماسي الإيجابي والبناء على الساحة الدولية، وكذا في مختلف فضاءات انتمائها العربية والإفريقية والمتوسطية. بلا قيود ظلت الجزائر ترافع لصالح القضية الجوهرية، القضية الفلسطينية. مرة أخرى نجد أنفسنا أمام هذه الهيئة الأممية الجامعة لتدارك عجز مجلس الأمن عن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني وعن التكفل بالمآسي تلو المآسي التي تطالها وتطال غزة، غزة الجريحة، غزة المظلومة، وغزة المكلومة. فالظفر بمقعد في هيئة الأمم المتحدة تزامن مع حرب الإبادة في حق المدنيين العزل في قطاع غزة والانتهاكات المتتالية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. من يومها تخوض الجزائر أشد معاركها السياسية، حيث تطرح في كل مرة مشاريع لوقف الإبادة ووقف إطلاق النار، مشاريع وإن أجهضها الفيتو 4 مرات إلا أنها تكللت بقرارات تاريخية اعترفت لأول مرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الصهيوني خلال 12 شهراً، قرارات كانت لها ارتدادات أشعلت شرارة ستحرق الكيان الصهيوني عما قريب، تمثلت في اعترافات متتالية من دول أوروبية وغربية بدولة فلسطين. في الوقت الذي تواصل الجزائر المرافعة من على منبر مجلس الأمن من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أوصى بوضع مسائل السلم والأمن الدوليين ضمن أولويات الجزائر في المجلس الأممي، وفاءً لالتزامها بدعم قضايا التحرر في العالم وانسجاماً مع المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية، واصلت الجزائر دفاعها المستميت عن الشعوب المستعمرة ومن مركزها القانوني كبلد ملاحظ لمسار تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. ما تزال الجزائر تدفع بالقضية نحو هذا المسار استناداً إلى عقيدة الأمم المتحدة المبنية على مسألة تصفية الاستعمار، ومنه فهي مرهونة بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير بعيداً عن مخطط الحكم الذاتي الذي يروج له المحتل المغربي. منذ 4 أيام فقط انتصرت أعلى هيئة قضائية أوروبية للشعب الصحراوي ونسفت بما تبنته من قرارات 5 عقود من المحاولات اليائسة لطمس ثوابت هذه القضية بهدف تكريس الأمر الواقع الاستعماري. لقد جاءت القرارات الأخيرة من لدن محكمة العدل الأوروبية لتؤكد حقائق راسخة أقرتها قبلها محكمة العدل الدولية منذ ما يشارف 50 عاما. فالقضية الصحراوية تبقى قضية تصفية استعمار. الجزائر وبحكم انتمائها فهي تنادي على الدوام بحفظ مصالح دول القارة الإفريقية وبأن يبقى الشأن الإفريقي إفريقياً بعيداً عن التدخل الأجنبي الذي يسعى في كل مرة إلى بعثرة الأوراق لخدمة أجندات وأهداف تدخل القارة في نفق الظلام. ودفاعاً عن قارة إفريقيا والقضايا العادلة في كل مكان، تدعو الجزائر إلى إصلاح مجلس الأمن بتمثيل يمنح حقوقاً ومسؤوليات متساوية. الجزائر ماضية في الدفاع عن مواقفها الثابتة والالتزام بمبادئها الداعمة للحلول السياسية والسلمية
والمتشبثة بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وإسماع صوتها وصوت أيضا القارة الإفريقية في الأمم المتحدة. هذه هي الجزائر، لا تدعو إلا للسلم ونصرة المظلوم، وقد أثبتت ذلك من منابر هيئة الأمم، وستظل على هذا الحال تناهض الفكرة الاستعمارية والتطرف وتنبذ العنف وتحارب الإرهاب وتجفف كل منابع الفرقة والشتات.